بتدور على عربية اقتصادية بجد وتنفع للشغل وشايف أسعار السوق طالعة في السماء؟ شنجان L7 أرخص عربية صينية سيدان في مصر وتسليم فوري كمان. أنا ملك ريان من الأموال بلس، تابعونا عشان تعرفوا المواصفات والأسعار. شنجان L7 بتتقدم من خلال مجموعة جي بي غابور أوتو الوكيل المحلي لشنجان في مصر، وبتنزل بضمان 5 سنين أو 150 ألف كيلومتر. نشوف مواصفات العربية ونتكلم عن أول حاجة وهي محرك العربية واللي موجود باختيار. الأول هو محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، بيطلع قوة قدرها 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن في المتر، ومتوصل بفتيس مانوال 5 سرعات. والاختيار الثاني هو محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بيطلع قوة حصان 105، عزم دوران 145 نيوتن في المتر، ومتوصل بفتيس أوتوماتيك من 5 سرعات، ومعدل استهلاكها الوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر. والعربية بتنزل بخزان بنزين 40 لتر. نروح لتاني حاجة وهي وسائل الأمان وأنظمة السلامة. شنجان L7-2022 فيها مجموعة من وسائل الأمان والسلامة، وبتنزل باتنين وسائد هوائية للسواق والراكب الأماني، وفرامل مناعة للإنغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام إيموبلايزر ضد السرقة. ودي تجهيزات كويسة جدا على الفئة السعرية اللي بتتقدم فيها الشنجان ومش بلاقيها في علامات تانية. نروح لتالت حاجة وهي المواصفات الداخلية. العربية بتوفر تجهيزات داخلية متميزة جدا ومطلوبة من المستهلك المصري. بتنزل شنجان بعداد أنالوج بشاشة معلوماتية وشاشة 7 بوصة بتعمل باللمس، وتكييف ومثبت سرعة، وطارة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، زجاج كهرباء كامل، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، وسنتر لوك. ومع رابع حاجة وهي الشكل الخارجي، شنجان L7 ده الجيل الثاني ليها وظهر في 2018 وهو الموجود في السوق المصري حاليا، واللي بيتقدم بموديل 2022. والعربية الحقيقي بتيجي بشكل عصري من الخارج، وبتنزل بفوانيس أمامية وخلفية ليد وإضاءة نهارية وجنود 15 بوصة وكاوتشات مقاس 185 على 55 ومرايات كهربائية بالكامل. نروح لخامس حاجة وآخر حاجة وهي الأسعار. شنجان L7 موديل 2022 موجودة بثلاث فئات، 320 ألف جنيه للفئة الأولى مانوال، و 355 ألف و 375 ألف للفئتين الثانية والثالثة، وبيكونوا أوتوماتيك. وغابور لغاية دلوقتي ما وفرش الموديل الجديد 2023. شنجان L7 تعتبر أرخص السيارات السيدان الصينية الموجودة في السوق المصري حاليا، وبتقدم قيمة كويسة جدا قصاد سعرها، وبتتنافس مع سيارات محلية زي نيسان صوني وسوزوكي ديزاير وشيري أريزو 5 وغيرها كتير. بالنسبة للمستهلك، عامل السعر دلوقتي هو الفارق، والقرار في الآخر ليك. تابعونا على الأموال بلس واي، وصلكوا كل جديد في عالم السيارات.